صباح الخير كل اخوتي، صباح المسيح يكون معكم امين. كالمعتاد اليوم الاثنين 17 اكتوبر من 2022 و7 بابا، هذا اليوم 7 من الشهر المبارك بابا، احسن الله استقباله وعاده علينا وعليكم ونحن به دوه واطمئنان مغفور الخطايا والاثام من قبل مراحم الرب. يا ابائي واخوتي امين. في مثل هذا اليوم تنيح القديس الأنبا بولا الذي من طموح، ولأنه كان يميل منذ حدثته إلى العزلة والانفراد، فقد قصد جبل أمسنة وسكن به وأقام معه هناك تلميذه حزقيال، هذا الذي شهد بفضائله، ومن ذلك إنه من فرط محبته للسيد المسيح له المجد أضنى جسده بالزهد والتقشف والأصوام والصلوات الكثيرة التي تفوق طاقة البشر، حتى استحق أن يظهر له المسيح ويطوبه على سلوكه في هذه الحياة الدنيا. فاستكوا الكاملين الذين جاهدوا ضد الجسد والعالم والشيطان حتى تغلبوا عليهم. فقال له الأنبا بولا: كل هذا بعنايتك يا خالق البشر وفاديه بموتك عنا، نحن الخطاة غير المستحقين. فعزاه الرب يسوع وقواه. ولما مضى أبونا القديس بشوي إلى جبل أنصنا، اجتمع فيه القديس الأنبا بولا، وقال السيد المسيح للأنبا بولا: إن جسدك سيكون مع جسد صوفيا بشوي. وقد تم له ذلك، إذ إنه لما تنيح الأنبا بولا وضع جسده مع جسد الأنبا بشوي. ولما أرادوا نقل جسد القديس الأنبا بشوي إلى برية القديس مقريس بشهيد، حملوا جسده إلى مركب وتركوا جسد الأنبا بولا، فلم تبرح المركب مكانها حتى أحضروا جسد الأنبا بولا ووضعوا بجواره وأتوا بهما إلى جبل شهيد. صلواتهما تكون معنا أمين، ولربنا المجد الدائم آمين. يا رب لو عجبكم يتمنى يكون خير ليكم كلكم. صباح جديد مع قناتكم قناة الملكة والأمير، أخوكم الشماس جرجس مبسي. بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. احبائي واعزائي، مع قناتكم قناه الملك والامير، القناه التي تعشق كل مشتركيها وكل محبيها. ومن بياننا من اقباط اليوم، البابا يطمئن على احوال الاقباط في روسيا. استقبل قداسه البابا تودروس الثاني في المقر البابوي بالقاهره اليوم الاحد نيابة الأنبا سؤدوسيوس أسقف إبراشية وسط الجيزة والمشرف الروحي على الكنيسة القبطية بروسيا، حيث ناقش معه قداسة البابا خدمة الكنيسة لأبناء المقيمين في روسيا. كان قد دشن قداسة البابا تودروس الثاني أيقونات كنيسة السيدة العذراء والقديس أم البابا أثناسيوس الرسول في مدينة مصر، احتفالا باليوميل الذهبي لوضع حجر أساسها في عام 1972. وتم تدشين أيقون الشرقيات الهياكل وحامل الأيقونات وبقية أيقونات الكنيسة بيد قداسته وعدد من الآباء الأساقفة. أزاح قداسة البابا الستار ولدى وصوله إلى الكنيسة عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ تدشينها، والتقطت له صور تذكارية أمام اللوحة والآباء الأساقفة المشاركين في الصلوات والآباء كهنة الكنيسة، وذلك قبل الدخول إلى الكنيسة. وعقب انتهاء صلوات التدشين وقع قداسته والآباء الأساقفة على وثيقة تدشين الكنيسة، ثم بدأ صلوات القداس الإلهي. وتناول قداسة البابا في عزة القداس من خلال فصل الإنجيل وعدة أسباب يمكن أن تمنع الإنسان من سماع صوت الله، ومنها الانشغال الفائق والزائد بأمور الحياة لدرجة تلهي الإنسان عن علاقته بالله، القلب الغليظ الذي يفقد الحساسية تجاه صوت الله، الذات والكبرياء الذي يجعل الإنسان لا يرى ولا يسمع إلا نفسه، 4 العناد الذي يجعل الإنسان متشبثا برأيه وتفكيره، 5 الخوف الذي يمنع الإنسان من إطاعة صوت الله. هذا ما سمعناه. تفاصيل الوداع الأخيرة للدكتورة نانسي وأسرتها زاروا أحبهم وتفحمت سيارتهم، حالة من الحزن والأسى التي أصابت البحر الأحمر بعد رحيل الدكتورة نانسي ابنة مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر رفقة زوجها وابنتها هنا التي يكاد عمرها يعد بالأشهر على أصبع يد واحدة. أثر حادث أليم أثناء عودتهم إلى منزل الزوجية بمحافظة المنيا. عقب انتهاء إجازتهم بالبحر الأحمر وشاهد طريق رأس غارب الشيخ فضل تصادم سيارة ملاكي بأتوبيس ركاب أدى إلى اشتعال النيران بالأتوبيس
والسيارة وتفحمها ليسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 8 آخرون. زيارة الوداع والرحيل الصادم. رسم مواطن البحر الأحمر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الدكتورة نانسي أرمينيوس ابنة مدينة رأس الغارب التي تركت سيارة عطرة يتذكرها الكبير والصغير، حيث كانت تعمل في الإدارة الصحية بالمدينة ثم انتقلت للعمل بالمستشفى العام فيه الغرطبة قبل أن تتزوج من عامل ونصف من الدكتور إبراهام لتنتقل للعيش معه في محافظة ألبية، حيث رزق بابنتها هنا، لكنهما عاد مجددا إلى البحر الأحمر لزيارة الأهل والأقارب والأصدقاء لتكون زيارة الوداع قبل أن يلقى الثلاثة حتفهم في الحادث الأليم. الكنيسة تعزي الثلاثة الراحل. نشرت رشيد الكنيسة الأرثوذكسية بالبحر الأحمر تعزية إلى روح الدكتورة نانسي عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تقدم خلال الأنباء إيلاريون أسقف البحر الأحمر بخالص التعازي القلبية لوفاة الدكتورة نانسي موس وزوجها وابنتها. أثر الحادث أليم مضيفا، تعزي كنيسة ملك جرجس رأس غارب الأسرة، لا الرب يعزي الأسرة وكل محبيهم. حزن مدينة رأس غارب. قال محسن حامد المواطن مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر للوضع أن الدكتورة نانسي ابنة المدينة رغم رحلها إلا أنها تركت سيرة عطرة وحزنت علي رأس غارب ومدن البحر الأحمر. وانتشر كلمات العزاء في رسائل الدكتورة وزوجها وابنتها على صفحات السوشيال ميديا بالمحافظة. رحيل الدكتورة نانسي. أضاف الدكتور حاتم الضماطي مدير إدارة صحة البحر الأحمر للوطن أن الدكتورة نانسي رحلت في الحادث الأليم بعد أن ودعت زملائها وأصدقائها وأهلها وأقاربها، إذ كانت الزيارة الأولى والأخيرة لها بعد زواجها ونقلها من مستشفى غردقة إلى محافظة الدنيا قبل عام ونصف. قائلا كانت زيارة الوداع والكل حزين على رحيل الدكتورة وأسرتها. رحم الله هذه الدكتورة الطبيبة، رحم الله كل من حفظ، رحم الله مصر وشعبها الجميل، رحمنا الله من الوباء والغلاء، ورفع عنا ونرفع الصلاة باسم قداسة البابا تودروس البابا بطريرك الكرازة المرقصية، ونطلب الصلاة من أجل رئيسنا المحبوب الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل مزاولته لمهنته المحترمة كرئيسا وأكبر حلولا على كل المواطنين المصريين، ومشاركته في كل الأعمال الجيدة والفاضلة لكل الشباب من أجل تنمية مصر الحبيبة. كل الشكر والحب ليكم، وكل الشكر لكل وزارة الداخلية ورجال الأمن والداخلية والخارجية، وأيضا الجيش العظيم جيش مصر الباسل. لكم مني كل الحب والتقدير مع قناتكم قناة الملكة والأمير. لا تنسى اشتراكك بالقناة إن عجبك. شكرا ليك ولكم كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم. مساء الخير أحبائي وأعزائي، ومع استنقار واسع في الشارع الجزائري البربر، شاب بربري يحرق معلمة فرنسية التي رفضت الزواج منه. لا زالت حادثة الفتاة الجزائرية ريما التي تصارع الموت بعد أن أحرقها شاب رفضت الزواج منه تثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، ولدى جمعيات نسوية حذرت من ظاهرة تصاعد قتل النساء في المجتمع الجزائري. الحادثة المأساوية وقعت يوم 26 سبتمبر الماضي، حين كانت الشابة ريما عنان البالغة من العمر 28 عاما تنتظر الحافلة في إحدى قرى ولاية تيجيرو ويزو بمنطقة القبائل التي تلتحق بالمدرسة التي تعلم فيها اللغة الفرنسية، لتفاجأ بشاب يسير نحوها وسكب عليها البنزين ثم يقوم بحرقها على الملأ. ووفقا لرواية أقارب الضحية على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن هذا الشاب كان يريد الزواج بريما لكنها رفضت ذلك، وبدأ مضايقتها حتى أن والدها قصد أهل الشاب وأخبرهم بالأمر، لكن محاولته لم تفلح لإبعاده عن طريق ابنته، ولم يكن أحد يتوقع أن يصل الأمر بهذا الشخص لارتكاب هذه الجريمة. ومنذ انتشار صور ريما على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعل مع الجزائريون بشدة مستنكرين ما حدث الفتاة، وأطلق ناشطون حملة لجمع المال من أجل نقلها للخارج استجابة لنداء والدتها التي قالت في فيديو باللغة الإمازيغية أن ابنتها الآن بين الحياة والموت، راهية المساعدة بالمال وبالدعاء لأنه لا يمكن الانتظار أكثر لنقلها إلى الخارج. ونقلت ريما المستشفى البازل بالعاصمة الإسبانية مدريد بعد تمكين الناشطين من تأمين المبلغ المالي اللازم لعلاجها، وتكفل السفارة الإسبانية بتأمينها بتأشيرة سريعة لها والأمريكية، حيث تم نقلها عبر طائرة طبية خاصة. ووفقا ما نقلته صفحات متابعة لقضية ريما، فإن أطباء المستشفى الإسباني متفائلون بشأن نجاتها
إذا أن هناك أجزاء من جسمه يمكن استعادته عفوا بسهولة دون جراحة جراحة أو أجزاء أخرى من الجسم يمكن استعادتها للجراحة، وتبلغت نسبة الحروق وفق المعاينة الأطباء 60%. وفجر الحقيقة أن مواصلة مع قضية ريما النقاش حول ظاهرة قتل النساء وعددها صاحبات لا لقتل النساء التي تديرها نشاطات نسويات في الجزائر. عدد حالات الاعتداء على النساء وقاتل المرأة قال في قطر، وأن السبب الوحيد بهذه الجريمة هو كره النساء والتسلط الذكوري القمعي الذي جعل حتى القتل يسرح أصبح مقبولا على حد وصفه. في تكوين سنة 2021 قالت منظمة العفو الدولية أن 55 امرأة على الأقل قتلت في ولايات مختلفة استنادا لأرقام من موقع الجزائري، في حين أبلغ الدرج الوطني عن 8000 حالة عنف ضد المرأة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021، بينما سجلت الشرطة 6930 حالة عنف. وذكرت جنسية أوسيديك مصاد مديرة منظمة العفو الدولية بالجزائر في تعقيبها على التقرير أن سبب العنف ضد المرأة يكمن في التمييز بين الجنسين وإنكار المساواة بين المرأة والرجل في جميع جوانب الحياة، ولهذا يجب أن يتبع حماية المرأة التي يكفلها الدستور والتي يكفلها الدستور نهج شامل يدمجه مكافحة جميع أشكال العنف والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة. واضح أن هذا الأمر مشهور في جميع الدول العربية، ليس هناك في بلدنا فقط، بل أمر سخيف وأمر لا يستدعي إلى النقاش. أشكركم أحبائي أعزائي، إن شاء الله بإذن الله يكون عندنا أخبار سر أفضل من كده، يعني الأخبار بتاعتنا فيها نوع من الألم ونوع من الأسى ونوع من الحزن، لكن هذه هي الأخبار التي نوليها لكم اليوم، وسوف تكون لديكم أخبار أفضل من ذلك بكثير. ريما الله يشفيك ويعطيك الشفاء دائما، المعلمة ريما التي خذلها المجتمع بشاب بربري يقوم ويفعل هذه الأمور السحقاء. مع قناتكم قناة الملكة والأمير، ولكم مني كل الحب والاعتزاز، وسلام الرب يكون معكم. مساء الخير أحبائي وأعزائي، جانا خبر عاجل جدا، نشر صورة للطفل شنودة وأنه يحتاج لزراعة عصب، والصورة لمن؟ تداول رواد التواصل الاجتماعي صورة غير صحيحة نشرت بأنه الطفل شنودة الذي يعيش في دار إيواء منذ نزعه من حضانة أبويه في فبراير الماضي. وبالبحث عن حقيقة هذه الصورة وجد أنها طفل صورة لطفل اسمه شنودة مصاب بأزمة صحية بمنطقة المعصرة بحلوان في عام 2018، وأن البعض أخذ الصورة وأشاروا أنها للطفل شنودة الذي ما زالت أزمة لم تحل ويعود أسرته. وتكشف الحقائق بما ينشر دون تحري وتؤكد أن الطفل شنودة لم يرى أحد منذ وضعه بدار الإيواء في فبراير الماضي، ولم تنشر له أي صورة سوى التي نشرت له قبل إيداعه بدار الإيواء، وأن الصورة المنشورة على مواقع التواصل هي لطفل يدعى شنودة جمال فوزي بالمعصرة حلوان، كما نشر استغاثة عام 2018 بأن ابنه شنودة عمره 3 سنوات ونصف ولد لديه كيس خارجي فيه الظهر على النخاع الشوكي، وقعت له مشكلة ويحتاج لزراعة عصب. وحتى الآن ما زالت أزمة الطفل شنودة فاروق لا تجد حل، حيث ما زالت نيابة شرق القاهرة تباشر التحقيق في البلاغ الذي قدمه الدكتور نجيب جبرائيل للمحامي النيام العام للمحامي العام لطلب إعادة الطفل لأسرته، وأنه وجد بالكنيسة حيث قدم جبرائيل شهود من الكنيسة تبيض بالعصورة على الطفل داخل الكنيسة، وما يعني أنه مسيحي وأن تغير اسمه وديانته مخالف للقانون. وتصرخ والدة الطفل مدام أمان وتطالب بعودة الطفل، وتناشد الجميع تضامن من معها لعودة ابنها الذي عاش معها 4 أيام وتم نزعه وإيداعه بدار الإيواء. خبر آخر، اغتباء فتاة قبطية قاصرة بالقوصية بأسيوط، والأسرة تناشد الداخلية في ظروف غامضة. اغتباء الفتاة القبطية القاصرة الإلهام مرزوق عبد المسيح 16 سنة ونصف يوم السبت الماضي من قرية المنشاة الكبرى بالقوصية بأسيوط، وحررت أسرتها محضرا بقسم شرطة القوصية رقم 7397 إدارة القوصية 2022، وحتى الآن مصيرها مجهول. وقال أحد الأقارب الفتاة أن إلهام فتاة قاصر لم تكمل 17 عاما وتدرس بالصف الأول الثانوي مدرسة المنشية الكبرى، وخرجت اليوم السبت الماضي في طريقها للمدرسة، ولكن اختفت بعدها دون معرفة مصيرها، مشيرا إلى أن إلهام شقيقة أكبر ولشقيقين آخرين، حيث أنها يتيمة الأب والأم بعد أن فقدت والدها في سن مبكر من عمرها،
ووالدتها قبل 5 سنوات تتولى جدتها تربيتهم بمنزل العائلة. وأضاف أن الأيام في عمر الطفولة والقانون يحميها حتى وإن كان الاختفاء برغبتها نتيجة تغرير أو ظروف أخرى لم نكشف بعد إلا أنه يجب عودتها، وأن الأجهزة الأمنية تبذل كل جهودها كبيرة لكشف غموض الاختفاء وإعادتها لمنزلها ومعرفة ملابسات الاختفاء. وطلبت الكنيسة الكاثوليكية بالقرية الصلاة لأجل عودة ابنتهم، وحثت الأجهزة الأمنية لبذل الجهود لعودتها لمنزلها وتحقيق السلام الاجتماعي لقريتها وأسرتها ومراعاتها ظروفها. كل الشكر والتقدير لدولتنا العزيزة ولبلدنا الكريمة ولكل الشرطة ولكل من أحب مصر. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، مع تحياتي وقبلاتي لمصر العزيزة. ونتمنى الصلاة برئيسنا المحبوب الرئيس عبد الفتاح السيسي بصلوات غمضة البابا قداسة البابا تواضع الثاني بابا بطريق القرادة المركزية. شكرا لكم أحبائي، يا رب تكونوا سعداء وآمنين.